معنا عبر الهاتف الدكتور فواز العجمي، استاذ الاعلام بجامعه الكويت. اهلا بك في نشره الراي والقبس. وبدايه دكتور، كيف تابعت خطبه الجمعه اليوم؟ والى اي مدى تعزز هذه الخطوه من جهود مكافحه الفساد والتوعيه بضروره محاسبته؟ مسا عليك اختي دانا ومسا على اخوي علي. بلا شك اليوم من اهم الامور في حياتنا اليوميه كمسلمين هي خطبه الجمعه. نعم. وتستمد هذا الأهمية من مكانها اللي تلقى فيه هذه الخطبة، وأيضا من الزمان اللي تلقى فيه، وهو خير يوم تطلع فيه الشمس يوم الجمعة، وهذه لها قيمة روحية أكثر من أي جانب آخر. لذلك استغلالها في مثل هالمواضيع أمر جدا مهم وأمر ضروري، سواء الإخوان في وزارة الأوقاف أو الخطباء أنفسهم يستغلون مثل هذه القضايا. حديثهم اليوم عن النزاهة وأهمية النزاهة بلا شك أمر جدا مهم، يوجه فيه الناس، يذكر فيه الغافل، ويعلم فيه الجاهل أهمية النزاهة وأهمية الحرص على نزاهة النفس ونزاهة المال وغيرها من الجوانب. أيضا تثبيت للشخص الحريص على هذا الجانب بأن يبقى ويستمر على هذه الناحية، دعوة من خلال هذه الخطبة للمسيء بأن يستغفر وأن يتوب وأن يرجع وأن يعترف بذنبه. وفوق هذا كله اليوم نتكلم عن مجرد صلاة الجمعة لها أجرها العظيم، وأداء صلاة الجمعة وحضور الخطبة لها الدور الكبير. فاستغلال خطبة الجمعة اللي لها قيمة عظيمة لدينا نحن كمسلمين، ويمكن من دلالة عظمة هذه الخطبة أن لا يجوز للمسلم أن يتحدث خلال ما الخطيب يتحدث، هذا يعطيها أهمية كبيرة في أن يحرص المسلم على الاستماع، وأن يكون الخطيب يعد لنا خطبة تليق بهذا الوقت، ويكون لها قيمتها القيمية، قيمتها العقائدية، القيم اللي تخلي الواحد لما يسمع هذه الخطبة يستفيد في حياته اليومية. نعم، لكن دكتور كيف يمكن أن يلعب الخطاب الإعلامي دورا مؤثرا؟ ما هي الآليات التي يمكن عبرها تكثيف الرسائل الإعلامية في هذا الخصوص؟ أولا يكون الخطيب في خطبته واقعي، ينظر للقضايا المعاصرة، يتأكد من أن القضايا اللي يطرحها في خطبته تلامس احتياجات الجمهور الموجود، تلامس الموقف، تلامس الوقت اللي احنا قاعدين نتكلم عنه، تلامس اهم القضايا وابرز القضايا المطروحه على الساحه بصبغه اسلاميه، بتذكيرنا بما قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه الامور يجب ان تكون في عين الاعتبار. ايضا يجب ان يكون الخطيب يتحدث او يلقي هذه الخطبه باسلوب يناسب جميع الاعمار وجميع الافكار وجميع الخلفيات الموجوده والحاضره للخطبه. اليوم يجب ان تكون الخطبه باسلوب مبسط، باسلوب يفهمه الجميع، باسلوب مؤثر، باسلوب يكون فيه من الشفافيه الشيء الكبير، فيه من الادله الشيء الكبير. أن لا تكون مجرد يعني عبارات منمقة وصعبة الفهم حتى يظهر الخطيب فيها بأسلوب جميل، لا، نحتاج اليوم أن هذه الخطبة تكون واقعية قدر المستطاع، تكون مبسطة قدر المستطاع حتى تقع فيها الفائدة بشكل كبير. نعم، الدكتور فواز العجمي، أستاذ الإعلام بجامعة الكويت، شكرا جزيلا لك.